ಸಹೋದರಿಂದ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಅಸೈಯದ್ ಹಾಮಿದ್ ಇಂಬಿಚಿಕೋಯ ತಂಗಳ ಮದನಿ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಯದ್ ಹಾಮಿದ್ ಇಂಬಿಚಿಕೋಯ ತಂಗಳ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಬೃಹತ್ತಾದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ದುಆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. إلى حضرات النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرد بالقرب تقوى به العباد وتنال بالروائب بسر الخواتم ويستسقى الغام وجهه الكريم على اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل ما يلوم لك. اوصل الله من خلف ما قرينا من القران الذي هديه واسره ورحمه نازله بركه شامله كنا الى اخره روح نبينا وشفينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى حضره اللقب وحي الدين لم القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز ثم الى حضره سلطان العارفين الشيخ السيد احمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز ثم الى حضره الخادم من تشتي الجبيري قدس الله تعالى سره العزيز ثم الى حضره صاحب النبي الناوي قدس الله تعالى سره العزيز ثم الى حضره ابراهيم الدسوقي قدس الله تعالى سره العزيز ثم الى حضره الجدي جلال الدين البخاري قدس الله تعالى سره العزيز ثم الى حضرة الجدي سيد عثمان البخاري قدس الله تعالى سره العزيز ثم الى حضرة السيد محمد بن البخاري قدس الله تعالى سره العزيز ثم الى حضرة ابي العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله تعالى سره العزيز ثم الى حضرة سيد محمد الشريف المدني قدس الله تعالى سره العزيز ثم الى حضرة رواه جميع الانبياء والعلماء والشهداء والصديقين الصلاة والصالحين. اللهم رب حقهم وبجاههم اللهم قد كل حوائجنا وقد كل حوائج من نوصفنا بالدعاء قاضي الحاجات. اللهم اشف امراضنا واشف امراض من نوصفنا بالدعاء يا شافي الامراض. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرم وزياره قبر نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيما امرتنا وانصرنا على اعدائنا واعدائك واعداء الدين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.